الاطفال. يمكن احنا هنا بما ان احنا برنامج اسري دايما بنتكلم عن كل ما يخص المراه وكل ما يخص كمان الطفل، بنركز دايما على الاطفال سواء في الحق الاسري او فيما يخص الاطفال لو في منازعات او حاجه. دايما كمان بنتكلم عن الطفل لما عايزين ننمي مهاراته. دلوقتي هيكون معانا انشطه مهمه جدا 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 للاطفال، عايزه كل ام تتابع الفقره دي لان الفقره دي مهمه جدا. الانشطه دي الحقيقه هتعرف الامهات ازاي تقدري تنمي مهارات اطفالها من خلال رسومات اسمها ايه؟ اسمها الكوايت بوك. ايه الكوايت بوك ده؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي مع ضيفتي منى كمال مؤسسه مشروع الكوايت بوك. يا منى مساء العسل الابيض عليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله انا بخير الحمد لله. ايه اللي هو ده يا جماعه؟ قبل ما نتكلم بس خلينا نقول هو ده الكوايت بوك. ده شكل الكوايت بوك اهو، هو ده كده. هنفهم بقى ايه هو الكوايت بوك ده دلوقتي. تفهمينا بقى ايه هو الكوايت بوك ده؟ هو كتاب للاطفال. عايزه معاكي؟ اوكي. هو كتاب للاطفال معمول على نهج المنتسوري. المنتسوري دوت هو منهج عالمي معتمد على ان احنا بنعلم الاطفال بطريقه بسيطه من خلال بعض الانشطه التفاعليه. ده من سن كام لكام؟ يعني هو من اقدر ابتدي مع ولادي من كام؟ من 3 شهور لتسع سنين. نقدر نتعامل بالانشطه التفاعليه مع الاطفال. وهنعلمهم بقى مهارات تعليميه او ترفيهيه او حتى تنفعهم في الحياه العمليه بتاعتهم. زي الكوايت بوك ده احنا اللي بنعمله ولا بيتباع؟ انا اللي بعمله. انت اللي بتعمليه؟ انا اللي بعمله. ممكن اي ام النهارده جايين بقى عشان نقول كده ان ممكن اي ام بتعمل نشاط بسيط جدا، مش مستعجل، يعني مش محتاج ابدا لاي موهبه فنيه. هنعمله بخطوات بسيطه جدا وبخامات مش غاليه، وهنعمله ان شاء الله لاولادنا. شايفه الكتاب او الكوايت بوك ده يا جماعه اهو؟ يعني مثلا اول حاجه فيه متهيألي ده حسب ما انا فهمت بقى ان الاشكال يعني بيبقى الرسمه موجوده اهي، وبيبقى حاجات مثلا بره زي مثلا اكنه بازل مثلا بنجمعها. هي الفكره بدل ما احنا بنشاور الطفل ان ده مربع وده مثلث، لا احنا بنقسمها قدامه بنخليه يشيل ويحط. هو لما بيتفاعل مع النشاط المعلومه بتزداد في دماغه اكتر. في اقبال على الموضوع ده من الامهات عندك على مثلا على البيج عندك؟ في استغراب انه حاجه جديده. وكمان في اقبال من المدرسين، ان كل واحد طبعا عايز يتميز في مكانه، فعايز يقدم حاجه جديده للاولاد في مدرسه او في حضانه. فطبعا هو نظام عالمي بس احنا يعني لسه عارفينه شويه. بس منهج المونتيسوري عندنا في مصر على فكره ابتدينا، يعني بنشوف كمان بالزبط. ناس بيعملوا برامج على اليوتيوب وحتى في برامج في التلفزيون بالزبط. الناس ابتدت تهتم بالموضوع. انا لما عملت سيرشات لقيته موجود فعلا، واحنا مش عارفين حاجه خالص. بس هو موجود، وفي بس هي معظم الاماكن الخاصه هي اللي بتتعمل بيه اكتر. طيب انت هتبتدي بقى نعمل، هنوري الناس يعملوا او الامهات يعملوا الكوايت بوك ده ازاي ولا ايه؟ تمام. انا بس ممكن الطفل او الولد يعملها يساعد مامته فيها؟ ممكن لو كبير شويه، بس طبعا لازم ماما تكون قاعده معانا، لان احنا في خامات حاجات كده لازم الام هي اللي تبقى واخده بالها. بالظبط. طيب هنبتدي بايه بقى؟ هنقول الاول ان احنا نجيب الخامات بتاع ان احنا هنعمل الخامات اللي هنستخدمها في الكوايت بوك. بالظبط. فاحنا بنستخدم قماش الجوخ. القماش ده اسمه جوخ. هو شويه قطن على صوف كده. وبعدين احنا بنستخدمه ليه بقى؟ لان هو مش بينسل. وكمان في منه الوان كتير مبهجه للاطفال، وخامه تكون مريحه تحت ايد الطفل. فانا جايبه لكم الوان كده نشوف منها. طبعا اختيار الالوان ده راجع لكل واحد وذوقه. يعني احنا هنعمل النهارده بقى النشاط ده. ده ايه ده بقى؟ هو النشاط دوت زي ما انتم شايفين كده بيتزا للاطفال، بس مش هناكلها المره دي، هنلعب بيها. فده هيعلم الطفل ازاي يعد من 1 لحد 6. طبعا هنقعد الطفل هيقعد يعد ويشيل ويحط كده ويلزق، فطبعا هيتعلم الارقام والعد. فكرتي تعرضي الحاجات دي على المدارس؟ يعني كان في تواصل مثلا مع وزاره التربيه والتعليم؟ والله الموضوع ده مهم جدا. نفسي جدا، وخصوصا بعد حركه التطوير في نظام التعليم الجديد. انا كان نفسي وكان حلم عندي ان انا كتابي يوصل لكل طفل في مدرسه، وخصوصا لو كانت مدرسه. طب احنا يا جماعه بننشط وزاره التربيه والتعليم يبقى في تواصل يعني مع منى، ان عندها افكار وغير منى على فكره. اكيد في مصر كذا منى، يعني غير منى في كذا ناس كتير عندها افكار، واحنا بنحاول ان احنا فعلا نطور يعني زي ما طورنا المنهج او هنطور شكل التعليم.
نفسي يبقى في تطوير كمان في الدماغ في عقل الطفل. انا اول ما سمعت انه حتى الوزير قالها كذا مره العب وتعلم وهنعتمد على الانشطه التفاعليه، فطبعا نتجدد عندي الامل انه ان شاء الله يعني في امل ان شاء الله من خلال عسل ابيض يبقى في تواصل مع وزاره التربيه والتعليم. طب قولي لي هنبداها ازاي؟ هنبتدي بقى ان احنا اول حاجه هنبتدي هنعمل الخلفيه بتاعت النشاط او صفحه الكتاب، لان ده زي ما انت شايفه الكتاب مكون من عدد من الصفحات. اوكي، فاحنا هنستخدم زي ما قلنا قماش جوخ، هنقصه بالمقاس اللي احنا عايزينه. فانا قصيت 30 × 35، وطبعا الوان قلنا زي ما حد اي حد يحب، والسفنج هنستخدمه للتبطين جوه، هنبطن بيه النشاط. عايزين برضو نقول تركيه كده قبل ما نبتدي، ان واحنا بنقص السفنج نقص اقل من المقاس بسنتي من كل اتجاه. اوكي، علشان وانا بلزق ما يضايقنيش وانا بلزق في الاطراف. ده بقى ايه ده؟ وهنبتدي بقى نلزق البلو اللي هو ده مسدس شمع. وشمع. تمام، احنا هنعمل وقت منك قد ايه تقريبا؟ النشاط يعني ولا الكتاب؟ الكتاب عامة ممكن من 4 لـ5 أيام. ايه ده بجد؟ ونعمله. طبعا انا برضو عشان عندي البيت والاولاد فمش ولادك قد ايه؟ تماما. عندي ادم 5 سنين ونص واياد سنة ونص. بيشتغلوا معاكي في الحاجات دي في الكوايت بوك؟ ادم بقى اللي هو قد ايه سنه؟ قد ايه؟ 5 سنين ونص. سنين. بنقعد بقى ايه يساعدني ونقص سوا. هنا كمان في متالي بتعلمي الاولاد اهي النمبرز يعني 1 2 3، بس دي بطريقه ثانيه، دي بالخرز. وبرده كل رقم بيتشال ويتحط. هي الفكره كلها ان احنا نتفاعل مع النشاط. طب وهم بقى مثلا عشان تعلميهم، هل يعني احنا مثلا شايفين هنا يا جماعه نمبر 1 2 3 4، هم بيحطوا الحاجات دي يعني مثلا تبقي سايبه لهم دي مفتوحه وسايبه الخرز بقى هم يحطوها؟ لا، ما احنا برضو لازم نعملها يعني بشكل امن جدا على الاطفال، لان احنا بنقول من 3 شهور ممكن نتعامل مع الكتاب دوت. فطبعا لازم يبقى ايه بشكل امن جدا، ان احنا بنستخدم مواد امنه جدا ليهم ما تاذيهمش. ودي متهيألي بتعلميهم الساعه ولا ايه؟ بالظبط، صح. ده نشاط عشان الساعه. طب وايه الشوز دي؟ ايه عشان ال ده عشان يتعلم نربط الرباط بتاع الشوز؟ هو لوحده يتعلم يربط رباط الشوز. ما فيش والله لغايه لما ايه يعني بنحاول. بس احنا كده قفلنا كل الاطراف، بس سيبنا الطرف دوت عشان هنعمل ايد للنشاط. اوكي، بص احنا هنا بقى ما يهمناش الاطراف دي مش متساويه. ليه بقى؟ احنا